السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشروعنا اليوم في منطقة يالنجك، مشروع اسمه سلطان بارك. المشروع عبارة عن 4 أبراج سكنية متكاملة الخدمات. زي ما هو معروف، منطقة يالنجك منطقة حيوية ومنطقة راقية جدا. المشروع زي ما قلت لكم عبارة عن 4 أبراج. الخدمات اللي موجودة في المجمع: ديوانية، بالإضافة إلى مصلى، ما ننسى أيضا موجود مواقف مغلقة، جلسات عائلية، ألعاب الأطفال، بوابة إلكترونية، خدمة 24 ساعة على مدار الأسبوع، وما ننسى أيضا وجود كاميرات مراقبة أطراف المجمع. الخدمات اللي بالقرب من المنطقة من سوبر ماركتات، مواصلات، بالإضافة إلى الجامع، مسافة يعني مشي على الأقدام تقريبا 10 دقائق. ما ننسى أيضا أنه الموقع يعتبر منطقة مميزة جدا، قريبة من جواهر مول من جهة اليمين، وأيضا من جهة اليسار على المطار، وأيضا مول الفوروم وميدان طرابزون، منطقة مرموقة جدا. تعالوا مع بعض إلى أرض الواقع نشوف تفاصيل أكثر عن مساحة الشقة وإطلالتها المميزة. خلوكم معنا. أنا الآن متواجد أمام البناية اللي بنصور فيها الشقة. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل أكثر أرض الواقع. مدخل البناية من هنا، عندنا أرقام سرية لفتح البوابة، تفضلوا معنا. وصلنا جماعة الخير للدور الخامس، شقة 5 غرف صالة، مساحتها 220 متر مربع. مدخل الشقة من هنا. المنطقة اللي أنا موجود فيها منطقة الهول. يسارنا عندنا دورة مياه أولى، وعندنا المنطقة هذه نقدر نحط فيها دولاب صغير خاص بالأحذية والعبايات، أو في المنطقة اللي على اليمين. دورة المياه هذه صغيرة بنظام كلوزيت، موجود في الشطافات برضو في كل دورات المياه. زي ما قلت لكم الدولاب الخاص بالأحذية والعبايات نقدر نحطه في هذا الجهة. الحاجة المميزة في الشقة هذه انه قسمين، قسم خاص بالضيوف وقسم خاص بالأسرة. القسم هذا موجود فيه الصالة والمطبخ وغرفة خاصة بالضيوف. نشرح لكم اول شيء الصالة. نتوجه الى الصالة. نظام الصالة زي ما شايفين نظام قسم الصالة مفتوح على المطبخ، يعني نظام أمريكي. مساحة جيدة وديكورات سقفية بإنارات ليد مخفية، مع عندنا ديكورات جبسية أيضا. عندنا المنطقة هذه منطقة السفرة، يعني نقدر نحطها هنا وهم حطوها في هذا الجهة، يعطي شكل جمالي أكثر بالنسبة لديكور البيت. واجهة زجاجية بالكامل الصالة، إطلالتها المميزة على البحر زي ما تشايفين. والحاجة الأفضل أنه الشقة هذه أو المجمع في منطقة يالنجك المعروفة في حي، قصدي المعروفة في مدينة طرابزون، منطقة مرموقة حي يالنجك. المنطقة هذه منطقة المطبخ، موجود فيها الأجهزة الكهربائية زي ما شايفين، الثلاجة والميكروويف وطقم الفرن، بالإضافة إلى غسالة الصحون. المطبخ جاء على شكل L مرتب وجاهز. نطلع مع بعض إلى البلكونة. البلكونة مساحتها 2.5 × 3.5 متر، مساحة كبيرة وشاسعة، وإطلالتها الخيالية أيضا، إطلالة البحر. وعندنا المنطقة الأمامية منطقة خضراء أيضا، يعني شيء ولا أروع، معطي إطلالة كاملة على المدينة وعلى البحر، بانورامية مميزة جدا. نكمل مع بعض تفاصيل باقي الشقة. الشقة هذه زي ما شايفين موجود فيه أثاث، نقدر نأخذها بالأثاث أيضا. أجهزة التكييف موجودة، بالإضافة إلى الموبيليا الموجودة في كامل الشقة. يوم دخلت من الباب شرحت لكم أن المنطقة هذه منطقة خاصة بالضيوف. تعالوا مع بعض نشوف الغرفة هذه.
الغرفة هذه نقدر نستغلها كغرفة خاصة بالضيوف أو غرفة مستقلة، مثلا نحط فيها غرفة أولاد مثلا، لنا حرية الاختيار. فكذا لو تلاحظوا أن الباب هذا يفصل القسم الأول عن القسم الآخر، فيصير قسم خاص بالضيوف والقسم الآخر بالأسرة. نجي لغرفة رقم 2. غرفة رقم 2 مساحتها زي غرفة رقم 1 تقريبا، كمساحة تقريبا جاي 3 في 4، حاطين فيه سرير واحد فردي مع دولاب، حتى مميزة موجود ديكور سقفي في الغرفة هذه. بجوارها عندنا غرفة رقم 3. الغرفة هذه أصغر بشوي من الغرفة السابقة، أنها جاية 3 في 4 أو أصغر بتقريبا ربع متر أو نص متر عن الغرفة اللي قبلها. مقابل الغرفة رقم 3 عندنا هنا دورة المياه. الدورة المياه هذه قسم حاطين هنا عربي مع مغسلتها، وبعدين في باب، فلنا حرية الاختيار نستخدم هنا أو القسم الآخر. لو تلاحظوا هنا حمام آخر بكلوزد مع مغسلتها ومروشها، برضو يعتبر يعني شيء اكسترا إضافي. نيجي هنا على غرفة رقم 4. الغرفة الرابعة هذه مساحتها متقاربة بين الغرف الباقية، وموجود في أيضا كل الغرف لو تلاحظوا ديكور سقفي، وموجود مكيفات في كل الغرف والصالة أيضا. مقابلها عندنا هنا غرفة الستور، نقدر نقول إنها مخزن، حاطين فيه غسالة والترمسفوم اللي هو سخان الماء، ونقدر نستخدمه كغرفة غسيل. نيجي هنا أخيرا لغرفة الماستر. زي ما تلاحظوا انهم حاطين هنا سرير، وموجود في راس السرير ديكور سقفي بالاضافة لديكور الانارات الليد المخفية خلف الراس، يعني المساحة هذه مستغليناها في السرير. بالاضافة الى ذلك في غرفة ثانية هنا، غرفة خاصة بالدريسنج روم اللي هو غرفة تغيير الملابس، حاطين فيه دولاب على نفس المكان مرتب وجاهز، ومنها إلى دورة المياه الخاصة بغرفة الماستر مروش وكلوزد بالإضافة إلى المغسلة. نتوجه مع بعض إلى البلكونة الخاصة بغرفة الماستر. البلكونة هذه خلفية إطلالتها على الجهة الخلفية للمجمع، مساحتها مميزة انها اغلبية الشركة تجي مساحة البلكونة الخلفية صغيرة، هذه جاية كبيرة نستغلها كمان بجلسة لو نبغى. اطلالتها على الجهة الخلفية للمجمع على العاب الاطفال والجلسات العائلية، وفي اطلالة جزئية من الجنب على البحر. وايضا حاطين وحدات التكييف الاجهزة تبعها في هذه البلكونة عشان نستغل البلكونة الأمامية بشكل أفضل وأوسع. كذا أعطيتكم تفاصيل كاملة عن الشقة هذه، 5 غرف وصالة في منطقة يالنجاك. أرجو أن يكون الفيديو نال على إعجابكم. في نهاية الفيديو أرجو يكون المحتوى عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات أسفل الفيديو، وأيضا التفاصيل والأسامي موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو. لا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.